كام الأنابلازموزيس. ده عنوان المحاضرة عن طفيليات اللي بتصيب الإبل بصفة عامة، والأنابلازما كأحد هذه الطفيليات، واللي كان أثير جدل في السنين الأخيرة على إمكانية إصابة الإبل عموما بالطفيليات وعلى الأنابلازما بصفة خاصة. في التسجيل ده هنقدر نتعرف على إيه هي الأنابلازما، نعرف الأنابلازما الديفينيشن بتاع المرض وأسبابه والتوزيع الجغرافي وإمكانية حصول المرض، وكمان الباثوجينيسيس والكلينيكال ساينس والدياجنوزيس، وأخيرا الميكروسكوبيك إكزامينيشن بالنسبة للأنابلازما. واللي أعتقد أن الميكروسكوبيك إكزامينيشن هيهم كتير قوي من الأطباء اللي شغالين في المختبرات ومعامل التحاليل في منطقة أو في دول الخليج. تعالوا نبدأ أول حاجة بتعريف المرض، وهو مرض طفيلي، بروتوزوال ديزيز. والبروتوزوا ده عبارة عن كان يعرف في السابق بأنه هو جرام نيجاتيف بكتيريا، وكان يصنف على أنه واحد من الريكيتسيال ديزيز، وكان تصنيفه أنه هو من البروتيو بكتيريا أو البكتيريا البدائية، وصنف أحيانا أنه هو لارج فيروس، فهو حلقة ما بين البكتيريا والفيروس، فهو عامل زي كده المايكوبلازما أو الريكيتسيا، عشان كده صنف ان هو ريكيتسيال ديزيز. ولكن هو التصنيف الحديث له ان هو بروتوزوال ديزيز، يعني كائن متطفل وحيد الخلية، وبالتحديد هو انترا سيريلر بروتوزوال ديزيز، وهو من واحد من التيك بورن ديزيز، يعني بينتقل عن طريق التكس من حيوان لاخر. السبب هو الانابلازما، والانابلازما اللي بتصيب الإبل هي نوعين، أنابلازما مارجينال وأنابلازما سنترال. تعالوا نشوف الشكل بتاع الأنابلازما سواء المارجينال أو السنترال. لو هنشوف هنا في الصورة اللي بتوضح هنا، دي صورة أنا مصورها من ميكروسكوب عادي، ميكروسكوب ضوئي بتكبير 100، يعني أويل إميرشن لينس تكبير 100، وبزوم 4 بكاميرا موبايل عادي. هنلاحظ ان الانابلازما مارجينال بيكون هي ملاصقة لجدار الخلية لكريات الدم الحمراء، على عكس الانابلازما سنترال اللي بيكون في منتصف تقريبا كريات الدم الحمراء. هناك بعض انواع من الانابلازما اسمها انابلازما فاجوسيتوفيليا، ودي بتكون في كريات الدم البيضاء، وممكن تبقى موجودة في النيتروفيل أو في البيزوفيل كما هو موضح في الصورة. لو نشوف هنا الام ده اللي هو المونوسايت بالشكل بتاعها المعروف والسيتوبلازميك فاكيول، بيبقى فيه كمان مصاحب لها انكلوجن بوديز اللي هو بيسميها الموريولي، ودي بتبقى واضحة جدا في بعض السلايدات، وانا برضو السلايد ده انا مصوره من حالات كانت مصابة بالانابلازما، ونتيجة طبعا فقر الدم الانيميا وتكسير لكريات الدم الحمراء اللي هو الانترا فازيكولار هيموليسيس، بيبدا يحصل ضخ لخلايا اماتيور ريتيكولوسايت زي الروبريسايت اللي هي حرف الار ده، ودي خلايا اماتيور من خلايا الار بي سيس او كريات الدم الحمراء. دي برضو نوع من الخلايا التانية اللي او صوره ثانيه بتبين الانابلازما موجوده في النيتروفيل، واللي هي بنسميها الانابلازما فاجوسيتوفيليا والانابلازما مارجينال. الجيوغرافيك ديستريبيوشن والانسيدنس، الانابلازموزس بصفه عامه موجوده في دول الخليج وموجوده في مصر، موجوده في العراق، وفي ابحاث كثيره اتعملت على الانسيدنس في الدول دي، وكان في بحث اتعمل في مصر وتم فحص الإبل عن طريق البي سي آر، واللي وصلت نسبة الإصابة بالأنابلازموزس لقرابة 70%، بينما في بعض الأبحاث في دول الخليج قيمت أو عملت بريفيلانس للإصابات بالبلاك برازايد في الإبل، وكانت نسبة الإصابة بالسيلاريا 26.5% وفي الأنابلازما 17.5% وميكسد انفكشن ب 8.8%.
السي في ار ال اللي هو مختبر دبي المركزي كان عمل في فتره من فترات سيرفي عن الاصابه بالانابلازموزس سنه 95 وسنه 99، ورصد طبعا وجود الاصابه في الفترتين سواء بالانابلازما المارجينال والسنترال والانابلازما فاجوسيتوفيليا. ولكن نقدر نقول ان في فتره من حوالي مثلا 5 سنين او 6 سنين كان المركز اللي هو السي في ار ال مختبرات دبي ان كان احيانا بيقول ان الاصابات الموجوده او اللي بتحللها مختبرات كتيره هي عباره عن ارتيفاكت، وان مفيش بايروبلازم للانابلازما في الفحص المجهري. ولكن طبعا الدراسات والشغل اللي اشتغل اللي ناس كتير اشتغلته مختبرات، وانا اشتغلت على العديد من الحالات اللي كانت فيها اصابات واضحه جدا سواء كان بالميكروسكوبيك اكزامينيشن او بالكلينيكال ساينس، وكان في تحسن كبير جدا بعد العلاج الخاص بالانابلازموزس. ده كله بيأكد على وجود الاصابات. بالنسبه للباثوجينيسيس لمرض الانابلازموزس، بداية من الترانسميشن، والترانسميشن بينتقل عن طريق التكس أو حتى البايتنج فلايز، ودي بيبقى شوية أحيانا كده بعض الحالات اللي هو بيكون عامل جود مانجمنت ومفيش تكس وبيكون في إصابات، فبيقول إزاي يكون في إصابات وأنا ما عنديش تكس، لكن يمكن أن ينتقل الأنابلازموز بواسطة البايتنج فلايز. بالنسبه للموربيديتي، الموربيديتي ما هيش بالقدر الكبير والمورتاليتي، ولكن ما فيش دراسات واضحه على الموضوع ده لدرجه انه ممكن يكون في بعض من الحالات الكتيره جدا بتكون حالات سايلنت ما لهاش اي كلينيكال ساينس، وبيكون الحيوان بيكون كارير او ما بيظهرش اي اعراض الا لو حصل حالات ستريس ويبدا يظهر الاعراض اللي هنناقشها في الكلينيكال ساينس. لكن بصفه عامه كون ان هو مرض بورن تيك بورن ديزيز او بايتنج فلايز، فبيبقى الموربيديتي ماهوش بالقدر الكبير، ماهوش كونتيجيوس ديزيز، ولكن المرض برضو المورتاليتي بتاعته في ادنى مستوى وما بيحصلش اصابات او ديس الا في حالات نادره جدا. بالنسبه للمالتيبليكيشن والباثوجينيستي بتاع المرض، البايروبلازم او البايروبلازم بتاع الانابلازموزس بيحصل له تكاثر في التيك، وما التيك بتسقط من الحيوان وبتبدا يتعمل لها او تبدا تبيض ويطلع النيمف، ويبدا النيمف ده يهاجم حيوانات تانية بيتكاثر داخل العائل التاني اللي هو الابل، وبيكون المرض بشكل اوقات زي ما احنا قلنا ان هو بيكون الحيوان لا يحمل أي أعراض ظاهرية، ولكن في بعض الأحيان بتكون له أعراض وبتأكد الأعراض دي الاختبارات المعملية. بالنسبة للإميونيتي، فالكون الأنابلازموزس هو انترا سيلولر بروتوزون، فهو بيعمل انديوس للسيل ميديت إميونيتي، عشان كده هنلاقي في خلايا كتيرة جدا بتبقى داخلة في الاستجابة للأنابلازموزس، ومنها على سبيل المثال خلايا النيتروفيل اللي بيكون مصاحبة بارتفاع ملحوظ لخلايا النيتروفيل في الإصابات، خاصة في حالات الأكيوت وبيكون في نيتروفيليا أو ارتفاع في خلايا النيتروفيل. كمان ممكن يكون في مصاحب لارتفاع خلايا النيتروفيل ارتفاع لخلايا المونوسايت ومونوسايتوزس، وخلايا المونوسايت برضو بتكون مرتفعة مش بس في حالات الأنابلازما بعضها، لكن ممكن ترتفع كمان في حالات البلاد بارازايت التانية وخاصة زي التريبانوسومياسيس. دي كانت عن الإميونيتي والباثوجينيسيس بتاع الأنابلازموزس. الكلينيكال ساينس زي ما احنا اتفقنا ان في كتير جدا من الحالات لا تظهر اي اعراض، فما فيش سبيسيفيك كلينيكال ساينس، كذلك ما فيش اي بي ام ساينس، فعشان كده المرض اوقات بنقول عليه ان هو مرض سايلنت او ان هو احيانا بنقول عليه كارير. لكن في كتير من الحالات وخاصه الحالات الاكيوت الحيوان بيظهر ارتفاع من درجه الحراره، وبالتالي بيبقى مصاحب ليه